كنت بتعالى عليه وهو بيتعرى عليا ازاي؟ وانا بتقلقه وحميه بيتضايق الدنيا زي، اقول له معلش عشان ما يبقاش تبقى ريحتك حلوه والحد يجي جنبك كده تبقى ريحتك حلوه وكده، ويمين مصعب الشاري واولاد اخته يشهدوا، واولاد اخته يشهدوا يقول لي لا تلتمس ده مخليه زي الفل. اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟ انتش قادره تسامحيني وما فيش حاجه. لا مش هسامح، مش هسامح خالص. تاني كلمتهم في التليفون بيقول لي هو انت بتسوق؟ قلت لها اه، ولسه هفضحكم كمان وكمان، هروح في كل حته. انت عايزه ايه؟ انت عايزه ايه يا ست عظيم؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه ايه؟ محتاجه ايه؟ عايزه معاش ابوكي. انت عايزه معاش ابوكي؟ اه. عيش عيش عشان ما بديش ايدي على حاجه. والله ما فيش اجيب منين بقى؟ عايز تجيب لي بس بمعيش ابوه، يبقى نومك سواه واجر عظيم. انا هي حاضر. يعني انت كل اللي عايزاه معاش ابوكي؟ لا ما فيش، ما فيش. كنت تخيل هو ياخد الخارجة؟ مش هو ياخد الخارجة؟ ابن اخته هياخد، ياخد. مش هتنفعه والله، ما هتنفعه، مش هتنفعه اي باي حاجه قال. كنت تخيلي ده يحصل ومنه لله؟ كنت تتخيلي ده يحصل لك؟ كنت متخيله ان انت ده يحصل لك في يوم من الايام؟ ادي كنت متخيله ان ده يحصل لك، انك تمر بازمه زي ما دي؟ ما فيش حل، ما فيش حد ولا جم خبطوا حتى عليا بعد الخميس، ما جوش حتى انت عايزه حاجه، انت عامله ايه ولا كده، يحسسوني ان هم مش عارفين حاجه. ايوه انت عارفين حريم رجاله مسافة الماء الموت، لغاية الآن ما جوش خبطوا على بابي. كانوا بيجوا، كانوا بيجوا قبل كده. والتليفون هو ممكن تكلميه قولي له مرات خالك كانت بتعمل ايه معاكم. كانوا بيجوا قبل كده؟ كانوا بيجوا قبل كده؟ اه كانوا بيجوا، وكنت الحلو كله لو هستنى لازم اعمل لهم اكل وكل حاجة، كل حاجة. انت معاكي رقمهم؟ معاكي رقمهم؟ اه. تعالي نكلم. وجوز حضرتك اسمه علي مصطفى. ده ابن اخته. طيب. ما ردوش، هنحاول مرة تانية. عشان حضرتك رنيتي. قفلت؟ اه عشان انت رنيتي من هنا الاول. عشان حضرتك رنيتي من التليفون الاولاني. طب ما انا بقول ازاي كده؟ هو اللي كان بيعين معايا الفلوس على طول. قال لي والله عين معايا 2000 جنيه عشان اعمل له ايه الليله قدام الباب. قلت له هو قال لي ما كانش في حاجه ما اعرفش بقى. قال لي في الغسل يعني كده الكفن ما بيبقوا يجيبوه من الجامعه الشرعيه ببلاه. قال لي لا ما تخليهمش، لو عايزوا حاجه منك اديها لهم، اديها لهم. بعد ما خلص الليله وقال طلع لي فوق هو ومراته، قال لي احنا عايزين 200 جنيه واداني الوصل بتاع بتاع ده الكفن. اه والله. وهاتي اتفضل. مكنتش هربطها لا بقى، انا بقولك عملنا الليله وعملنا كله، ما انا عايزاه يرد عليك. ربنا يقويكي، دي امانه. ده سؤال انا كذاب؟ دي اسمها امانه؟ وكنت بتضرب وبزعق معاه بقول له انت بتديله ليه؟ انت انا عايشه معاك 40 سنه مش عامه. طب انا قلت لك انا عايشه معاك اهو، انا عايشه معاك 40 سنه، وقلت لولاد اخته هناك كده برضه. انا عشت كام سنه معاه ويخوني ما بيدريش الفلوس هيعينها له ليه؟ وعامل دولاب كده وحط الفلوس وربنا يروح ياخد ال 2000 يديهم لجمال. قلت كان عين معايا 10000 معايا، خد قعد يجرجر منهم وساب ال 2000. قال لي ده كفني بقى اللي هو كفنه بيه، وربنا والله العظيم
ما بكذب عليك كلمة. شوفوا كلمة ما بكذبش عليك فيها. طب هم يقبلوها، هم يقبلوها على وربنا، هم يقبلوها، هم يقبلوها على حريمهم وهيقبلوا الخارج، وهو بيقبل الخارج. إن شاء الله ربنا يعمل لي في الخير.